يسعدني أن يكون ضيفنا في العربي اليوم من خلال هذه النافذة السفير روجر كارستنز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون الرهائن. شكرا جزيلا لك لحلولك معنا ضيفا في شاشة التلفزيون العربي بعد أسبوع حافل وأسبوع جديد حافل هنا. قبل ساعات من بدء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت تتم هذه الصفقة وهذا التبادل، الصفقة التي وصفتها بالجيدة. لو بالإمكان أن تطلعنا على الخطوات التي سارت فيها حتى مشهد وصول الطائرتين. I hate to bring this up, but I'm not getting any translation right now, but I probably know what you've already asked me if I may. So first off, it's an honor to be here and a chance to talk to you. في البداية أنا أتشرف بكوني معكم وأتكلم مع المشاهدين. أود أن أقول للمشاهدين أن هذا كان جهدا من الفريق ودول عديدة شاركت، وخاصة دولة قطر التي ساهمت كوسيط في هذه العملية، وأيضا عملنا مع سويسرا ومع كوريا الجنوبية ومع بريطانيا أيضا للوصول إلى هذا الاتفاق. وهذا الجهد الجماعي أدى إلى سماحنا باستعادة الأمريكيين الخمس إلى منزلهم. أتمنى أن تكون الترجمة قد بدأت الآن. كيف سارت هذه العملية الطويلة، وكذلك كيف ترى تأثير الدور القطري في إتمام ما جرى؟ سنعود إليك بالطبع لإصلاح هذه المشكلة في الترجمة. He was asking about the Qatari role in this. كنا نسأل عن دور القطري في هذه العملية. نعم، دور قطر كان أساسيا، ومن دون قطر وجهودها للوصول إلى هذا الاتفاق لما كان ليحصل. كنا نعمل مع قطر لأشهر طويلة، وكان دورها أساسيا في العمل أيضا على الجهة المالية من هذا الاتفاق والتفاوض والتكلم مع إيران حول هذه المسألة، والجهد الذي بذلته خاصة عبر السفر عبر الطيران القطري إلى الدوحة. هذا أيضا كان دورا مميزا، وبالنسبة لي كان مثالا جيدا أظن عن العلاقات التي نتمتع بها مع قطر. إذا كنتم هناك وشاهدتم على الطائرة القطرية تصل، ورؤية أيضا السفير القطري مع أيضا أعضاء من وزارة الخارجية القطرية، كان الأمر رائعا، كان الأمر رائعا للغاية، ولم يكن ليحصل ويتحقق من دون قطر. ونحن شاكرون لكل الجهود الذي بذلوها لأشهر للوصول إلى هذا الموضوع، وهذا أيضا سوف يكون جيدا جدا في المستقبل.